أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. ما هو أسوأ المخلوقات على الإطلاق؟ الجواب: أسوأ المخلوقات هو موجود اسمه الإنسان. لا أقول إنه من أسوأ المخلوقات، لا، بل هو أسوأ المخلوقات على الإطلاق. ربما لا تصدق ما أقوله، استمع. أولا، عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان، الملائكة قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الله سبحانه وتعالى ما رد كلام الملائكة، ما رد عليهم، ما قال لهم لا، هذا الموجود سوف لا يفسد، بل أقر كلامهم، إنما قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. كلامكم أنتم الملائكة صحيح، ولكن يوجد هدف آخر لا تعلمونه أنتم من خلق هذا البشر، وإلا كلامكم أنتم صحيح، الله عز وجل ما رد عليهم. بالفعل هو مخلوق مفسد. ثانياً، الله سبحانه وتعالى أرسل لهداية، لضابط، لرقي هذا المخلوق الذي اسمه الإنسان، أرسل آلاف من الأنبياء والرسل والأوصياء والعظماء. بالله عليكم، هل صار هذا المخلوق
مهتديا هل صار آدمي؟ كلا وألف كلا، يوما بعد يوم إلى الأسوأ. أنبياء الله، رسل الله، هؤلاء معصومون، كان يكفي الواحد منهم لهداية كل البشر، الله أرسل آلاف. اهتدوا؟ كل المساوئ التي كانت عندهم بقيت فيهم، زادوا مساوئ، ويوما بعد يوم شيء سيء جديد. شلون مخلوق هذا؟ الله عز وجل بالنسبة إلى الحيوانات يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الدابة، الحيوانات، الحيوانات الأليفة والحيوانات الوحشية، كل الحيوانات إلها طريقة معينة تتمكن أن تخمن كل حياتها. تبدأ حياتها هنا شيئا فشيئا، تنتهي حياتها، خلاص هذا مسير واضح. ولكن هذا البشر، يعني الحيوانات حسب تعبيرنا تمشي مثل الأوادم، هذا الآدم اللي ما يمشي مثل الأوادم، هذا الآدم اللي ما يصير آدمي. من بين كل الخلائق هذا الموجود عنده مشكلة. ثالثا، هذا من عجائب الأمور، جدا 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 عجيب، أي راية انحراف، أي راية انحراف ارتفعت إلا وترى لتلك الراية من البشر أتباع. سبحان الله، حقا عجيب. يعني كل شيء تتطوره، أي انحراف في أي مجال، انحراف في مجال العقيدة، انحراف في مجال السياسة، انحراف في مجال الاقتصاد، انحراف في مجال الاجتماع، انحراف في مجال أخلاقي، انحراف في مجال شهواني، انحراف في الأكل، انحراف في الشرب، أي انحراف، أي انحراف شخص رفع راية له ترى لتلك الراية أتباع من البشر. عجيبين حقا. جئني براية انحراف في أي مجال تتصوره، ارتفعت راية ما وجدت أتباع، ماكو أبدا. شنو من مخلوق هذا؟ ماكو انحراف إلا ويمشون هذا البشر، هذا البشر يمشون خلف ذلك الانحراف. تتمكن أن تأتي لي بنموذج واحد في أي مجال. رابعا، انظروا الآيات القرآنية كيف تتحدث عن هذا المخلوق، هذا المخلوق السيء، لا هذا المخلوق الأسوأ. الله عز وجل يتحدث عن هؤلاء، عن هذه الفئة من المخلوقات، اسمها البشر، اسمها الإنسان. مثلا هذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة أيضا من عجائب الأمور، من عجائب الآيات القرآنية. الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله أكبر. الأمانة الله عز وجل عرضها على الأشياء الضخمة، على الأشياء الصلبة، على الأشياء القوية، على السماوات، على الأرض، على الجبال، عرضها عليها ما حملنا خلص، فأبين أن يحملناها، لا أكثر من ذلك، وأشفقنا منها. هذه المخلوقات الضخمة القوية خافت، لا يكون الله عز وجل يحملها رغما عنها، وأشفقنا منها
في هذا الوسط البشر الإنسان الذي الله عز وجل ما حمله أصلا، ما عرض عليه هذه الأمانة، هو أدخل رأسه في الجدار، أدخل رأسه في القضية، اقتحم من دون أن يعرض عليه، اقتحم هذا المجال، قال أنا أحمل، وحملها الإنسان. ولك أنت تقدر، أنت تتمكن، السماوات الأرض الجبال ما تمكنت، أشفاق خافوا، أنت تتمكن تتحمل هذه الأمانة، وحملها الإنسان. ثم الله عز وجل يعلق يقول إنه كان ظلوما جهولا، ليس ظالما جاهلا، ظلوم، ظلوم صيغة مبالغة، جهول صيغة مبالغة، فعول من جملة صيغ المبالغة، يا ظالم يا جاهل، لا، الله عز وجل يقول له يا ظلوم يا جهول، كم هذا الموجود جاهل، الشيء ما عرض عليه، هو اقتحم الشيء الذي لا تتمكن منه، أين أنت من حمل هذه الأمانة؟ في آية قرآنية الله عز وجل يقول عجيبة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنت عندك رب، رب يعني الذي يربيك، عندك رب كريم، أنت شفيك هالمقدار جاهل، الغرور من معانيه الجهل، أنت عندك رب كريم، هكذا رب عندك يربيك، لماذا تبقى هكذا جاهلا أنت مع وجود هذا الرب الكريم، لماذا تبقى هكذا مغرورا جاهلا؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بعض الآيات أقرأها لكم بسرعة، لاحظوا القرآن كيف يتحدث عن هذا المخلوق، يقول وكان الإنسان عجولا، يذم يذم القرآن، يذم هذا المخلوق، يذمه ويذمه، وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أنعمنا عليه أعطيناه نعمة بدل أن يشكر، أنعمنا عليه أعرض ونأى بجانبه. الله أكبر من مخلوق، شنو هذا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هذا الإنسان شقد جاهل، يحسب أن لن نجمع عظامه، ما نقدر، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، فاجر، كلا، عجيب الآية، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بالتأكيد، إن للتأكيد، اللام للتأكيد، ليطغى، حتما ويقينا بالتأكيد هذا الإنسان يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لربه لكنود. لاحظوا القرآن الكريم كم يشتم هذا المخلوق، شتائم، سب يستحقه طبعا، لا يوجد في القرآن شيء غير الحق. الله عز وجل يقول عن هذا المخلوق يقول عز وجل أولئك، الآيات سريعة أقرأ، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل ما قال في هذه الآية المباركة بل هم أسوأ، أسوأ 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 بكثير، أصلا الحيوانات لا تقاس في السوء بسوء الإنسان، ما قال بل هو أسوأ، لأنه لا مقارنة، يعني البشر أسوأ من الحيوانات ملايين الأضعاف. الله عز وجل قال بل هم أضل، الحيوان موجود ضال،
لا يعرف طول عن عرضه، لا يعرف من أين جاء إلى أين ينتهي، موجود ضايع لا يفهم، ضال. البشر في ضلاله أسوأ من الحيوانات، في ضلاله لا في سوء عمله، ذاك أصلا لا مقارنة. لاحظ القرآن ماذا يقول، كيف يشتم، أنا أقول يشتم يسب، وهذا السب يستحقه هذا المخلوق. الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهولا، هذا مو سب، ظالم جاهل، لا ظلوم جهول. يقول عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، كفار أيضا فعال، صيغة مبالغة، ليس كافرا فقط، كفار. خلق الإنسان، الله حقا عجيب، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، هو نطفة، هو خلق من شيء، هو يفهم كم هو قذر، كم هو دوني، هو يفهم، كل البشر يعرف، خلق من نطفة يأتي يخاصم الله عز وجل خصيم مبين. الله يقول وأنا أقول، شلون جهل. الآيات القرآنية، الآيات العديدة تعبر عن الإنسان بالكفور. هذه الآية المباركة عجيبة، لاحظوا القرآن الكريم كيف يعبر عن غضب الله سبحانه وتعالى على هذا المخلوق، على الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يقول قتل الإنسان ما أكفره. عجيبة عجيبة، قتل الإنسان دعاء على الشخص، يعني بحسب تعبيرنا إن شاء الله الله يقتله. القرآن يقول إن شاء الله الله يقتل الإنسان، يريح الأشياء منه. قتل الإنسان، قتل دعاء، ما أكفره. كم هذا الموجود كافر، ما أكفره صيغة مبالغة، ما أفعله عفوا صيغة تعجب، ما أفعله للتعجب، يعني عجيب هذا كفره، كم هو كافر، كم هو معنى ما أكفره هذا، الله يقتل هذا الإنسان، كم هو كافر، معنى العبارة هذا، قتل الإنسان ما أكفره. آيات وآيات كثيرة. نقطة أخرى، عندما أقول هذا أسوأ مخلوق، تخريب هذا المخلوق، الحيوانات، السباع، الوحوش، كم هو تخريبها، تخريب بسيط، حيوان يقتل حيوان، يخرب بعض الشيء خلص. ولكن هذا المخلوق، هذا الموجود، الإنسان، البشر، كم هو تخريبه، تخريبه إلا شيء بالنسبة إلى تخريبه، هذا الشيء الذي نراه يخرب ما على الأرض، هذا سهل من تخريبه، هذا لا شيء من تخريبه، لا يصنع شيئا هنا على الأرض يخرب الغلاف الجوي، الغلاف الجوي 1000 كيلومتر الأتموسفير، هذا الغلاف الجوي 1000 كيلومتر، يصنع هنا شيئا يخرق الغلاف الجوي. الله عز وجل جعل هذا الغلاف الجوي حماية للكرة الأرضية، حماية للبشر، حماية للحيوانات، حماية للمخلوقات على وجه الكرة الأرضية. الأوزون، البشر يصنع شيئا يخرق 1000 كيلومتر، يخرب هذا الغلاف الجوي، هذا الغلاف الذي يحمي البشر، يحمي الموجودات، يحمي الأرض عن الإشعاعات الضارة، عن الأشياء الضارة، يخرقه، الإشعاعات الضارة تدخل. يعني لاحظوا التخريب، أي حيوان يتمكن يخرب هكذا تخريب،
عشر معشر هذا التقريب لا يتمكنه الحيوانات. لا، هذا السهل من تخريب البشر. البشر يخرب شيئا يؤثر في عالم الملائكة، البشر يصنع شيئا يهتز عرش الرحمن من ذلك الشيء، البشر يصنع شيئا يشم الملائكة منه رائحة كريهة، يعني يوصل الرائحة الكريهة إلى عالم الملائكة فتشم رائحة كريهة وتلعنه، يعني يؤثر تخريبا في عالم الملائكة. هذا البشر قتل الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، جعل اضطرابا في عالم الملائكة، وبقي هذا الاضطراب وسيبقى إلى يوم القيامة، عالم الملائكة مضطرب بسبب صنع هذا البشر. يا أخي، الجنان، الجنة لا يوجد فيها حزن، لا يوجد فيها بكاء. هذا البشر صنع شيئا، قتل المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، الحور العين في الجنان بكت ولطمت على وجهها. شنو من مخلوق هذا؟ أدخل الحزن إلى الجنان. تتمكن المخلوقات الأخرى أن تصنع مثل ذلك؟ أسوأ المخلوقات لا تتمكن أن تصنع معشار هذا الشيء. قتلت هذه البشرية، هذا الإنسان قتل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، جعل عالم الملائكة تضطرب، ضجت، ما بكت بكاء عاديا، ضجت إلى الله عز وجل بسبب هذا المخلوق. شنو من مخلوق سيء؟ النقطة الأخيرة وليست آخر نقطة، لا ننتهي، إذا أردنا أن نتحدث عن مساوئ هذا المخلوق لا ننتهي. النقطة الأخيرة، نحن يعني كبشر نقول أسوأ المخلوقات الجن الشرير، طبعا الجن عنده جن حسن جن مؤمن وعنده جن شرير. الجن الشرير أصناف طوائف، أسوأ طائفة من الجن الشرير هم الشياطين، صحيح؟ نار جهنم مكان المخلوقات السيئة، أسوأ مكان، أشد مكان، أسوأ موضع في جهنم قعر جهنم، هناك توجد حفرة، هذه الحفرة جهنم تستعيذ بالله عز وجل من حرارة هذه الحفرة. هذه الحفرة فيها تابوت من نار، في هذا التابوت 12 شخصا، من 12 شخصا هم أسوأ 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 خلق الله عز وجل، لا يوجد من الجن الشرير ولا واحد، ولا يوجد من الشياطين وهم أسوأ الجن الشرير إلا واحد فقط وفقط، وهو إبليس. إبليس في التابوت، بقية الشياطين، طبعا عدد الشياطين تعلمون كثيرة جدا، الشياطين كثيرة جدا، عشرات أضعاف، لعلي أقول مئات أضعاف البشر عددهم، الشياطين كثيرون جدا. كل الشياطين وهم أسوأ الجن الشرير، أسوأ طائفة، كل الشياطين الأخر في دركات أخرى من جهنم، ليست في التابوت. في التابوت من الجن الشرير، لا، من أسوأ جن شرير وهم الشياطين يوجد فقط وفقط واحد، وهو إبليس. وفي المقابل مع إبليس في التابوت من البشر يوجد 11 شخصا. الله أكبر، كم هذا المخلوق سيء! 11 من البشر، واحد من الشياطين.
يعني أسوأ حتى من الشياطين، ليست فقط أسوأ من الحيوانات، الحيوانات أحسن منها بكثير، ليست أسوأ من الجن الشرير، أسوأ طائفة من الجن الشرير أحسن من، لا أقول أحسن، أقل سوءا من البشر. أذعنت أن هذا المخلوق أسوأ مخلوق خلقه الله عز وجل؟ الإنسان، البشر. إمكانيات كبيرة، تخريب، له قدرة على تخريب عالم الملائكة، يخرب. تأثير سيء على عالم الملائكة. سؤال، هذا المخلوق بهذه الدرجة من السوء، هذا لا يستحق أن يعطى أبسط الإمكانيات، لماذا جمعت له هذه القدرات الضخمة؟ تمكن أن يخرب، أن يجعل الويل، يجعل الضجة في عالم الملائكة، لماذا؟ لأن هذا المخلوق بهذه الإمكانيات كما أنه يتمكن أن ينزل إلى أدنى وأسوأ من الشياطين، يتمكن بهذه الإمكانيات أن يصعد ويرتقي إلى أعلى من الملائكة، يتمكن. هذا البشر، هذا المخلوق عنده قدرات، القدرات عموما كلما كانت القدرات أكبر تتمكن أن تنزل أكثر، تتمكن أن تصعد أكثر. كيف يتمكن أن يرتقي إلى أعلى من الملائكة؟ الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط علي وآل علي صراط في هذا الصراط إذا مشى يكون أعلى من الملائكة، تخدمه الملائكة، تتشرف، تفتخر الملائكة بخدمته. قدرات كبيرة، تتمكن أن تخرب في عالم الملائكة، تتمكن أن تصلح في عالم الملائكة أيضا. هذا البشر، هذا البشر الذي يتمكن أن يوصل رائحته الكريهة بسبب أعماله السيئة إلى عالم الملائكة، يتمكن أن يوصل رائحته الطيبة، طيبه إلى الملائكة. هذا البشر يحضر كما في الروايات الشريفة، يحضر في مجلس يذكر فيه آل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، تنتشر منه رائحة طيبة، عطر يصل إلى عالم الملائكة، اللهم صل على محمد وعلى محمد. عالم الملائكة يتعطر بسبب هذا البشر. لماذا؟ لأنه مشى في صراط الذين أنعمت عليهم. هذا البشر كما يتمكن أن يخرب، يتمكن أن يقيم كما ورد في الروايات الشريفة العديدة، يتمكن أن يقيم الشعائر الحسينية المقدسة، يدخل الفرح والسرور والسعادة إلى قلب فاطمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعلم ماذا يعني فرح قلب فاطمة؟ يعني اطمئنان في عالم الملائكة. يتمكن، لماذا؟ لأنه مشى في هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. إخواني، الأدعية كثيرة، هناك دعاءان فقط من بين
قل ملايين الأدعية، الأدعية طلبات البشر من الله سبحانه وتعالى كثيرة. من بين كل تلك الطلبات هناك دعاءان يجب وجوبا شرعيا، يجب على الإنسان في كل يوم أن يطلب هذين الدعائين مرات عديدة. الدعاء الأول الواجب على الإنسان مرات عديدة في كل يوم هو الصلوات على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. في التشهد في الصلاة الواجبة في كل يوم يجب عليك أن تطلب هذا الطلب من الله سبحانه وتعالى، هذا الطلب الأول. الطلب الثاني الواجب على كل إنسان أن يطلبه في كل يوم مرات عديدة هذا الطلب في سورة الحمد، اهدنا الصراط المستقيم. ثم الله عز وجل أمرنا أن نحدد له الصراط المستقيم، هو حدد طبعا، وأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط محمد وآل محمد صلوات الله اللهم صل على محمد. هذا الذي يصنع هذا الصراط المستقيم، هذا الذي يصنع عظماء، يصنع مثل حبيب ابن مظاهر، يصنع مثل محمد ابن أبي عمير، يصنع مثل سلمان، يصنع مثل أبي ذر ومقداد. بالفعل هؤلاء تخدمه تخدمهم الملائكة وتتشرف بخدمتهم. لا، بسبب هذا الصراط المستقيم تخرج نماذج أعلى، تخرج نماذج مثل أبي الفضل العباس، مثل السيدة زينب، مثل السيدة أم كلثوم، هذه النماذج الراقية تخرج من هذا البشر. لماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصراط هكذا يصنع. إمكانيات كبيرة، نعم إمكانيات كبيرة، هذه الإمكانيات الكبيرة هكذا. ما رأيت إلا جميلة، الله أكبر، فداء لإسمك يا سيدتي. انظر كيف يتمكن هذا المخلوق أن يرتقي. ولا والله ولا والله ولا والله لا يوجد للبشر طريق. الله عز وجل في سورة الحمد، هذه أول سورة، السورة التي يجب على كل إنسان أن يقرأها على الأقل في كل يوم 10 مرات، هو أوجب أن نطلب منه طلبا واحدا فقط وهو هذا الطلب، هذا الذي يصنع مثل أبي الفضل العباس سلام الله عليه وسلام الله عليه. بشر أسوأ مخلوقات الله، والبشر أفضل مخلوقات الله عز وجل. إمكانيات موجودة والله عز وجل وجه، إما شاكرا وإما كفورا. تريد تكون شاكر تتمكن اهدنا الصراط المستقيم، تريد أن تكون كافر تتمكن، تريد أن تنزل تتمكن أن تنزل إلى أسوأ من الشياطين، تريد أن تصعد تتمكن أن تصعد إلى أعلى من الملائكة. هذا اليوم ذكرى تلك المعجزة التي رآها البشرية بوضوح، ذكرى فرحة الكعبة التي تشرفت بمولد مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فيها سيد، ذاك الفقيه الشاعر يقول: سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرام، حين أضحى لعلاه مولدا فوطى تربته بالقدم. اللهم صل على محمد. هو بعد المصطفى خير الورى، من ذرى العرش إلى تحت الثرى، قد كست علياؤه أم القرى، غرة تحمي حماها أبدا، حيث لا يدنوه من لم يحرمي. اللهم صل على محمد.
أتعلم لماذا لا يجوز أن تدنو إلى أم القرى إلا بإحرام؟ هذا الفقيه الشاعر يقول: قد كست علياؤه علياء علي، قد كست علياؤه أم القرى غرة تحمي حماها أبدا حيث لا يدنو من لم يحرم. هنا ولد أمير المؤمنين يلزم أن تحرم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أختم كلامي بحديث قصير. الحديث ورد في مصادر الشيعة، ورد في مصادر العامة، من جملة المصادر عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه للشيخ الصدوق، عن الإمام أبي الحسن الرضا عن آبائه صلوات الله عليهم قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان آخر كلامه الصلاة علي وعلى علي دخل الجنة. أبارك لكم الذكرى السعيدة المباركة العطرة الميمونة العظيمة لمولد سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين إمام الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى حيث كرمنا بولايته أن يشملنا بشفاعته وأن لا يفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.